اول حاجه ان شاء الله يا حمل في تطور مادي، الدنيا هتريح كده بقى ان شاء الله، والحاله الماديه هتظبط شويه، وهنبتدي بقى عندنا شويه امان من الحاله الماديه. كويس، في عجله حظ كمان باذن الله. الحظ هيدور، اما انت هتبتدي بزنس، اللي بيبتدي بزنس دلوقتي يا جماعه now is the time، الوقت كويس جدا جدا. عايز يعمل اي مشروع كبير او صغير يعني ايا كان، في عجله حظ عندك والدنيا العجله دايره دايره ان شاء الله، في تيسير في الامور، الدنيا باذن الله فيها تسهيل، فيها تسهيل متيسره. عندنا Queen of Wands في قياده بقى شويه دلوقتي يا حمل، قائد في مجالك، في المكان اللي انت فيه، يعني لو انت بتشتغل في شغل قدمت مثلا، فبقالك لا بقى ليك بوزيشن كده، فان الناس انت بقوا تابعين ليك، مش شرط على فكره تكون وصلت لمرحله ان انت مدير او حد انت فوق حد، بس بخبرتك وادميتك بقيت قائد في مجالك. انا بشوف الكارت ده كمان بيديني بقى رساله ثانيه خالص غير الموجوده في الكتاب ده. يا حمل انت عندك العقل وعندك المشاعر، الاثنين مع بعض ماشيين مع بعض الشهر ده، والقطه الحلوه اللي قاعده قدامك دي شخص منك، شخص قريب منك جدا، بيحميك، واقف قدامك حارس يصد عنك ويمنع عنك اي اذى. انت عندك حمايه، واضح ان عندك حمايه من شخص انت عزيز عليه جدا. في كمان كارت مش لطيف، الناس اللي مش شاكين ان ممكن يكون في علاقه ثلاثيه في حياتهم سواء هم او شريكهم، دي طاقه علاقه ثلاثيه. بليز كانكم ما سمعتوش حاجه، الكارت ده بيبقى معناه الاحتفال. كويس، احتفال بشيء معين، بس انا برضو مايله ان هو مش احتفال، دي في حد فيه عنده علاقه ثالثه. هفصل لكم الموضوع اكتر، مش شرط تكون العلاقه قامت بالفعل، ممكن يكون مجرد تفكير في شخص تاني. حمل يفكر في شخص تاني غير اللي معاه، وممكن يكون برضو الحمل اكتشف ان شريكه هو اللي بيفكر في حد تاني، او ممكن يكون في علاقه مع حد تاني. الصوت، طيب ترتب عليه هنا بعد، انا شايفه هنا فراق بعد مرحله من المعافره والخناق والدفاع عن النفس او المنافسه، في حاله منافسه شديده، في حاله توتر بالنسبه للموضوع ده. بس انا عايزه اطمنكم ان الموضوع هيهدى، يعني الميه اللي بتتحرك كتير، في اكشن كده كان حاصل، الميه اللي بتتحرك كتير كتير قوي دي هتبتدي تهدى. الصوت، طيب اعمل ايه طيب للصوت ده يا جماعه عشان الصوت يبقى كويس؟ انا لازم اشتري مايك. طيب قولوا لي كده لو الصوت بالنسبه لكم كويس، انا قربت اهو. بنبتدي نبعد عن الميه اللي بتتحرك بسرعه دي، ورايحين لميه هاديه. يعني انت ان شاء الله عديت بمرحله او هتعدي بمرحله فيها شويه نزاعات وشويه ميرسي يا لولي، فيها شويه اكشن ويعني فيها شويه احداث متتاليه بسرعه جدا، ورايح لمكان اهدى ان شاء الله. في ناس بتقول الصوت وحش، وفي ناس بتقول الصوت حلو، انا والله صح وانا بحب ده. ميرسي يا فاطمه، طب طالما بتقول الصوت كويس، اللي عنده مشكله في الصوت يا جماعه يخرج ويدخل تاني. طيب شايفة حالة انعزال او حالة انسحاب من الحمل، قرر ان هو ينسحب بناء على حالة التوتر اللي هو فيها دي، قرر ان هو ينسحب ويفكر لوحده بهدوء. مش عارفة ليه الدنيا ابتدت تقلب معايا دلوقتي لحاجة تانية خالص، شكلك كده يا حمل تسرعت واطلقت حكم مش صح. ليه؟ شايفة شريك بيحب، شخص بيحب بيقدم لك شيء، بيحبك بجد، دي مشاعر حقيقية،
المشاعر دي مشاعر حقيقيه. ركز كده يا حمل، يمكن تكون اتسرعت وما كانش في علاقه ثلاثيه او حاجه، يمكن يكون دي مجرد اوهام في دماغك. هنشوف دلوقتي هياكدها لي الحاله العاطفيه، هنشوف. بس خلينا نتكلم في المجمل. الحاله الصحيه للحمل ان شاء الله كويسه، باين عليها كويسه جدا، في تطور مادي زي ما قلنا، في عجله حظ بتدور، في تيسير في الامور، الدنيا ان شاء الله هتبقى اكتر مرونه، شايفه قياده وشايفه عقل وقلب ماشيين مع بعض على خط سواء، وشايفه هنا كمان حد بيحميك واقف قدامك حارس، شايفه طاقه علاقه ثلاثيه يعني نتج عنها حاله صراع وخناقه كبيره جدا، شايفه حاله انسحاب وتفكير بتمعن، بتفكر لوحدك، عايز تفكر لوحدك، عايز تنعزل عن العالم يعني عن اللي حواليك، مش عايز تكون مع حد. هيتاكد لي القرايه اللي انا شفتها دي اذا كانت صح ولا لا، وانت فعلا اسأت الحكم او ظلمت شريكك ولا لا، هيبان. بس انا شايفه ان الشريك بيحبك، الحمل دلوقتي اللي مع شريكه، شريكه بيحبه. Page of Cups. بالنسبه للناس السنجل، الناس السنجل دي مشاعر جديده، اوكي، مشاعر جديده، مشاعر يعني اللي هي في اولها اللي هي بتبقى مرهفه دي. الناس اللي ما عندهمش ارتباط من الحمل الشهر ده باذن الله في مشاعر جديده. شايفه فراق، بس ده مش طبعا ما اعتقدش ان حد، مش بالسرعه دي ان يحصل الفراق ده. في فراق، في بعد، بس البعد ده لمصلحتك يا حمل. بس الدنيا شكلها هتهدى، في ميه هاديه باذن الله هتعدي بيها. دي القراءه اللي انا شايفاها. انا مش قادره استنى وعايزه اشوف القراءه العاطفيه اخبارها ايه عشان اعرف اللي انا شفته ده مظبوط ولا لا. تمام، اللي هيسالني في سفر ولا لا الحمل، انا مشوفتش كارت سفر الشهر ده. الحاله الصحيه كويسه والحاله الماديه ان شاء الله في تطور. ان شاء الله. عشان ايه يا نهد بعد الشر عليك يا حبيبتي؟ الصوت لو سمحتي ماله يا بابينا، الصوت كويس على فكره يا جماعه، هنصوت الابراج دي يا جماعه بعد لما نخلص اللايف النهارده، هنبتدي تصويت الشهر الجديد والابراج الجديده. اوكي، مفيش صوت. طب يا جماعه اللي عنده مشكله في الصوت ممكن يجرب يدخل يخرج من اللايف ويدخل تاني. تمام، اوكي. الصوت حلو وواضح، اللي بيشتكي من الصوت اكيد من عنده مشكله. ميرسي ياسمين، ثانك يو ثانك يو ثانك يو ثانك يو. اهي منكم اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ما شاء الله الدنيا حلوه جدا جدا جدا. طيب واضح يا حمل، الناس اللي قالوا لي صح جدا، اللي شاكين في علاقه ثلاثيه او ان شريكهم بيخونهم، انت تسرعت يا حمل، الموضوع مش كده. ولو كان حصل بالفعل فهي ما هياش علاقه بالمفهوم اللي اعتبرها هفوه، غلطه يعني، انت اللي في القلب، فاهمين قصدي؟ ممكن تكون غلطه حصلت، لكن ما هياش علاقة يعني، علاقة لا، هي ما وصلتش للمرحلة دي، ممكن تكون هفوة. لاني شايفة الطاقة كويسة جدا، الطاقة اسرة سعيدة. الناس اللي لسه ما ارتبطوش دي الطاقة ما بينهم انهم عايزين يبنوا عيلة جديدة. الشريك شايفك ازاي بتطلق احكام، قاعد وبتطلق احكام، يعني
بالراحة عليه شوية يا حمل، لأن واضح إن أنت تسرعت فعلا. أتمنى يكون كده. أنت شايفه إزاي؟ أنت شايفه حبيب، رجوع شخص حبيب يعني بتحبه، شخص عزيز عليك جدا، شخص قريب لقلبك. الطاقة حلوة اللي بيحصل دلوقتي، فرص جديدة، هنبتدي فرص جديدة، لعلي أكون سبب إنه السوء التفاهم أو الفهم الغلط اللي حصل عندكم ده نبتدي نصلحه. دي فرص جديدة دلوقتي، هنبتدي ندي فرص إن شاء الله لبعض وهتستغلوها كويس. وبصوا خبر حلو إزاي، اسمعوا خبر حلو، وفي شمس بتطلع، نجاح، العلاقة بإذن الله ناجحة وفيها سعادة وفيها أمان وحاجة بسم الله ما شاء الله كويسة جدا. فهنعتبر لو كان حصل خطأ من شريكك يا حمل إنها حفوة، يعني عديها عديها، مش مقصود بيها خيانة، ومش مقصود بيها إنه يبعد عنك خالص. لأ الشريك، لأ الشريك بيحبك 100% 100%. طيب تعالوا نشوف. اوكي تعالوا نشوف المجموعة التانية. وولاء بليز حبيبتي اختار لنا بقى بنوتة النهاردة للقراءة الخاصة المجانية. بصي يا منة، ممكن تكون علاقة قديمة بس هي مشاعر جديدة بتحسوها البعض، ممكن تكون قديمة، احتمال. ميرسي يا سحر قوي قوي، تسلمي لي يا روحي باذن الله. ميك اب ارتست زوزو، كلامك صح قوي، بشكرك يا ام خالد. حاج محمد تسلمي لي، بشكرك باذن الله باذن الله حبيبتي، كل الخير ان شاء الله ليكم. سنجل ساره، لو انت سنجل انا شايفه في علاقه جديده للحمل الشهر ده، في شخص هيظهر ان شاء الله، او يعني في الفتره اللي جايه دي. خليك كويس انت يا تمام، بشكرك جدا يا وائل، شكرا شكرا يا سامي، يا ربنا يخليكي، روعه، ايه الكلام الحلو ده، تسلميلي. طيب يلا نشوف بقى المجموعه الثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. عندك حيرة جامدة يا حمل، حيرة من حاجتين، في حاجتين محيرينك مش حاجة واحدة، حاجتين.